الذخائر العقودية، قنابل الموت المفاجئ، والعدو المجهول للمدنيين قبل العسكريين، حيث إنه عند إطلاقها على الأرض أو إسقاطها من السماء لا تنفجر كلها، بل يبقى جزء كبير منها ذخائر غير منفجرة لتفصح عن قوتها التدميرية في وقت لاحق مثل الألغام. فالذخائر العقودية هي ذخائر تقليدية صممت لإطلاق ذخائر فرعية أغلبها لا ينفجر، ما يجعل بعض المناطق غير صالحة للسكن. منظمة Human Rights Watch وفي تقريرها السنوي قالت عن مراقبة الذخائر العقودية إنه في عام 2023 قتلت الذخائر العقودية 219 شخصاً، 93% منهم من المدنيين والقصار. رغم عدد ضحايا الذخائر العنقودية العام الماضي، إلا أن المعاهدة الدولية التي تحظر ذلك النوع من الذخائر تحقق تقدماً، وذلك مع استجابة العديد من الدول لمقتضياتها، ومع انخفاض ضحايا تلك الذخائر بنحو 1000 شخص مقارنة بين 2023 والعام الذي قبله. تلك المعاهدة ألزمت بعض الدول بحظر الذخائر العنقودية، وطلبت منها تدمير المخزونات وتطهير المناطق الملوثة بمخلفات الذخائر العنقودية ومساعدة الضحايا. فأعلنت بلغاريا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا عن الانتهاء من تدمير مخزوناتها من الذخائر العنقودية، كما طهرت البوسنة والهرتسك مخلفات الذخائر العنقودية فيها مؤخراً.